سلام البنات، السلام عليكم. السلام. حريرة ديال نص ساعة المكانة كتوجد البنات. هنا عملت القزبة والمعدنوس والكرافس، هنا مطيشة. هادي نص ساعة المكانة كتوجد، يعني تشهيتها، ما عنديش الصوبة، تشهيت الحريرة وقلت نعملها البنات. ما فيهاش الحمص، اذا كنعمل فيها انا غير العدس. ما بقيتش كنبغي الحمص في الحريره ملي كنبغيها تبقى ليا ديك يومين ولا 3 ايام. هذه واحد البصيله طحنتها حمراء، كانت عندي في الحمر، ما عنديش بصله بيضاء ولكن بحال بحال. هنايا غادي نعمل واحد عطو شويه ديال عطو، نعمل العطريه ونرجع ليكم، محتاجاكم البنات. هانتوما عملت شويه ديال الكاويه، شويه ديال الكوزه، الخرقوم البلدي، تحميره، شويه القرفه وشويه الابزار اللي غادي نقاسم معكم. ان شاء الله كيفاش وليت كنطحن البزار يعني هنا في الدار، وليت كنشريه حبوب وكنطحنه. راه كيتباع البنات حبوب موجود، ما بقيتش كنشريه مطحون. وعملت واحد الطامه ديال البنه، وحده ديال جوج ديال الخطاها كتجي بهم زوينه. وما ننساش نشكر لالا مينا و لالا رشيده اللي قالوا لي في الاخر تعملي القزبه والكرفس حتى كتطفي البوطه. ايه تتجي النكهه ديالتها زوينه. وبغيت غير نقول لكم اليوم عيد الحب، اليوم عيد الحب لكل من كيحضر معنا في القناه. كل عام وانتي الحب، حبي نفسك، اعملي هدايا لنفسك. ما نبقاوش بعض المرات جاوني اليوم شي تليفونات، يعني الناس كتصدم، ما عملش ليا كادو، ما فكرش فيا، ما يعني تو سامبلومون غادي تشوفي فراسك في المرايا وغادي تقولي ليها كل عام وانتي الحب. كل يعني السيده اللي كتشوفيها في المرايا، كل عام وانتي الحب، كل عام وانتي السعادة. مادامت عندك صحيحتك وواقفة على رجليك، على الدنيا السلام. إذا عيد الحب راه كيبقى بعض المرات كاين اللي عندهم هاديك التقاليد. أنا ولدي كيعمل لي دائما كادو في عيد الحب، ولكن هاد المرة حسيت بالغياب ديالو ومبقاش فيا الحال. لا أنا ولدي راه في خدمتو داكو. اذا هنايا عندنا ما كاملاش، والله العظيم ما كاملاش 15 دقيقه كيطيب العدس، الكرافس والقزبه والبصله. وغادي نمشي نوجد الطحين ديالي ونوجد الشعريه ديالتي. وما كنعملش الملح البنات، على ود كنعمل الضامه فيها الملحه. كيف قلت لكم انا ولفت كناكل الماكله شويه مسوسه، ولفت يعني هادشي عندي ملي كنت عند والديا الله يرحمهم. ولا البنات هنا غنرمي الشعريه وغادي ندورها مباشره، راه غير 15 دقيقه كلشي طاب، كلشي طاب. 15 دقيقه عطيتها، العدس هو اللي كنت خصو 15 دقيقه، اما الكرافس والبصله وداكشي 5 دقائق كيطيبوا. غادي ندورها ونرجع لكم البنات. الله يخليكم. بالنسبه للناس اللي كتبغي تعمل الحريره في رمضان، هادي راه جوده عاليه. هانتوما البنات داكو، انا حامله واحد الفيرني في يديا خضر خصني نحيدو، يعني لا ليتر ا، ملي كتكون لا ليتر ا كتسمى جوده عاليه. كيتباعوا ثلاثه في الباكيه بجوج الاورو، ولكن ملي كيدخل سيدنا رمضان ما كيبقاوش. لهذا اللي انا كناخذ منها هادي، على ود هي اللي كنعملها في الكسكسو، هي اللي كنعملها في الحريره. يعني في الحريره كنطحنها، في الكسكسو كنقليها ما كنطحنهاش. ما كنستعملش مطيشه طريه، مطيشه طريه كنستعملها غير في لي سالاد. هانتوما بقات ليا وحيده كنستعملها غير في لي سالاد. فوالا، وزوينه هاد المطيشه الحك اللي وريتكم، يعني مطيشه مقطعه طريفات صغار ومرقده. ما نقولش لكم ريحه،
راني طوات عملت الطحين، كنتسنى فيه غير شويه يطيب لي الطحين. يعني قلت لكم والله القسم الى 20 دقيقه ما كاملاش يعني وجدات. ما نقلبوا لا على حمص، لا ما كانش عندك معليش اللحم، ما فهمتش انا كيدار في الحياه ولا المهم داكشي الدجاج الله يستر كيدار في اللي كتعمل القشاوشه، اللي كتعمل العنق، اللي كتعمل الجنحين. يعني كتسمى حيدتي من المرقه ومشيتي طيبتيها. مازال ايه، ملي كنت باقا صغيره في المغرب كانوا والدينا والله ما كيعملوش فيها اللحم، كانوا كيعملوا العدومه كيطلقوا البنة ديالهم. فوالا واحد جوج دقائق. ايوا ها انت حبيبتي، دابا انا طفيت البوطه، طحنت عيش ديال الكرافس، وطحنت القزبه، ما عرفتش ما بقيتش عاقله واش عملت المعدنوس اي عملته ملي طحنتها في الاول. اذا ها انت حبيبتي كتجي من داكشي، كتبقى لك يومين ولا 3 ايام ملي كيكون فيها الحمص، لا ما يمكنش لينا نحتفظوا بها. يعني هذه كنقولها لكم، هادشي راه من ايام زمان. ملي كنبغيو نحتفظوا بها لا الفصل الشتاء ولا يعني رمضان وداكشي، ما كنعملوش فيها الحمص. الا عملنا الحمص يعني كاع تبقى على جوج مرات، اما انا نقدر نحتفظ بها على 3 المرات. فوالا حقكم في الجنه انت يا اختي، كي جات زوينه بالاخص ملي كتعملي فريمون هاد القبطه ديال القزبه والكرافس في الاخر. الله يرحم ليهم الوالدين اللي قاسموا معنا هاد الفكره. حنا دائما في العالم ديال فيد واستفيد. احبكم في الله والسلام عليكم. شنو كنت بغيت نقول لكم؟ الله يثبتني، الله يخليكم. عندي سبعه ديال الناس مبلوكيين ليا في الواتساب، سبعه ديال الناس. الا قلت لكم راه اليوم جا جمال وحاول يدي بلوكيهم، وقال لي الا مشيت حتى فورماطيت قال لي غنصوطي لك كلشي. اذا هاد سبعه الناس عطيوني غير واحد نهار ولا يومين وغادي تفك لكم المشكل. الناس اللي كتخلي لي اوديوات وما يمكنش لي نجاوبكم، فوالا تبلوكاو ليا سبعه ديال الارقام الواتساب. الله يطول لي عمركم. يلا احبكم في الله والسلام عليكم.